تكون سهلة للشعب. الشعب الآن جدي. طمنا. كوماندوز غير شكل صراحة. الحمد لله على كل حال. صراحة شوي مستوى تعبان. بس إن شاء الله نخلص المباراة ونضمن المقام. كيف لعبتوا ضد الزعيم؟ بأي طريقة؟ احترمنا. تحترم الزعيم. احترم العين. أكيد لازم تحترم العين. إن كان للزعامة زعيم فالكوماندوز يعيش التحدي. الأول صحيح الأول والموقف سليم. ولكن الشعب الآن جدي والله يوفقهم إن شاء الله يا رب. شعب التحدي؟ شعب التحدي الكل يعيش شعب يعني حالة التحدي جمهور وإدارة ولاعبين. دقيقة إن شاء الله دقيقة وتحسمنا بقانا في المحترفين بإذن الله. بس آخر دقيقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بس آخر دقيقة المدرب عرف وركب وعرف وين الأخطاء صلح الأخطاء اللي كانت كان الشعب يعاني منها من الدور الأول. ومجهود الجمهور والإدارة دائم مع الفريق دعم الفريق الحمد لله بإذن الله باقين في المحترفين إن شاء الله إن شاء الله. نحن متفقين فريق العين نبارك له على المباراة. فريق الشعب مبروك على الصعود. أتمنى الدوري عيناوي إن شاء الله. يا شباب إلى فوق حبي الأحمر قنني بارك الله فيكم الطيبين. طول عمرك خلاص اطمنا بعد؟ اي نعم. لا 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 خذ الكلام اكيد اكيد. ابو حمود مسمار بلوح خذ الكيد. ان الملوك اذا حبوك اجتهدوا واذا ابغضوك خلوك من سائر القدم. شعباوي يا زينه اللي فرح جماهيره نازل عن الملعب يسواله ذهب. يا كمندوس تعيش ولعبك عجب. نرجع يا خلاص نحن عدينا اللي علينا. نحن وقفنا مع الفريق في الازمات وقفنا وهاي شيء راجع لهم بروحهم. خلاص عدينا اللي علينا خلاص. الكورنر يخوفك الحين؟ ما يخوف ما يخوف. مع الكوماندوز ما في شيء يخوف. اخر دقائق ما في شيء يخوف. مع الكوماندوز ما في شيء يخوف. اكيد. ما في شيء يخوف. مع الكوماندوز ما في شيء يخوف. شو سر الفوز اليوم؟ شو سر الفرحة هذه؟ شو سر الانتصار؟ الجمهور. الجمهور صراحة وجود الجمهور شيء صراحة. كوماندوز 100%. كوماندوز وشوف السنة الجاية. السنة الجاية احنا نتكلم. الحين نقول ما عندنا أي شيء. في أصعب الظروف الشعب يثبت إنه كبير. الحمد لله الجمهور والحمد لله فزنا والله مباراة الجمال اللعيبة ما قصروا. بس الحمد لله فزنا وخلاص رسميا إن شاء الله. والشعب إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية بيكون غير. إن شاء الله السنة الجاية بيكون غير. الحمد لله على الفوز. بس الفوز صعب يعني الحمد لله. بس يعني صعب صعب وايد صعب كان الفوز. بس الحمد لله يلا على 3 نقاط صاير الدبل في جيرة. يلا إن شاء الله نستمر بالفوز. صعب لأن بطل الدوري يلعب قدامك ولا العين؟ والله لأن بطل الدوري لأن العين والأسماء الشاب اللي عندي يعني ما شاء الله عليهم يلعبون يعني الحمد لله على كل حال. تقول أنا شرجاوي شرجت عاد الحين الشعب ناوي على الشارجة شكله. لا نحن ما نبغى دوركم. نحن ما نبغى الشعب ينزل. ليش؟ نبغى نلعب ديربي ولا تتوى. ليه؟ شو سوينا رباعي؟ شفت الملعب ما شاء الله انترس صراحة. نبغى الشعب يتب ما نبغى يرد. الحمد لله على الفوز والترية الشرجاوية في ملعب خالد بن محمد. بس انت بعدك ما ثبت من المحترفين. ما اعرف فوز على العين خلاص احنا تمينا. اكبر دليل يعني. اكبر دليل نقول حق الشرجاويه احنا جايين لكم ما بتبوسون على الملعب. كوماندوز كوماندوز هذا كوماندوز. العين يمكن ضمن الدوري ولكن قام يخسر نقاط. الدوري محسوم والدليل انه ياس يلعب بالرديف اليوم. تفكير كوزمان كله الحين على مباراة الاهلي وان شاء الله بتشوفون العين مباراة الاهلي. الحين نحن طلعنا من السوية ضمننا الدوري. ما معروف ان
اهم شيء عندنا حاليا هو كاس الستر. فوز من قالوا كله عندهم اساسيين، بس ممكن تفكير العين احنا منصب على اول شيء على الاسيويه، اذا الله راد الاسيويه، والتركيز الاكبر قالوا كاس. فنتمنى ان شاء الله هذا لازم يعطون دفعه، يخافون الانذارات، تعرف انت هالامور يعني. ولا الحق في كوزمن يعني، لا الحق في المباراه وشي تحصيل حاصل خلاص، ما عندنا شيء نخسره، الحمد لله ضمننا الدوري ونريح لعيبتنا حق مبارياتنا، مباراه كاس مباراه كاس الاسيويه. تريح لعيبتكم خساره؟ مش خساره، نحن عايزين نجرب اللعيبه حق الموسم الجاي، والحمد لله نحن ما عندنا صف اول وصف ثاني، كله واحد الحمد لله. البطوله خلاص في الجيب، ما في مشكله يعني، ياسين نجرب الرديف ونجهز الفريق هذا حق السنه الجايه. هم اجبرونا، اجبرونا كل الدوري، كل الفرق الدوري اجبرونا ان نلعب بالرديف. هم اللي اجبرونا، لاعيبتنا مرتاحين في بيوتهم، هم اللي اجبرونا. لو كان في منافس كان لقيتنا احنا بالصف الاول. وبعدين الرديف عيد المباراه مليون مره، بتشوفوا اللي ماسك المباراه يعني، هم هجمه يمكن هجمتين يابوا منها جول، لكن احنا ماسكين والبركه فيهم. واحنا ما نشوف، احنا اذا حضرنا هذه الامه اللي حضرت الحين صح فرحانه بالدوري، اذا حضروا ما حضروا للاعب ولا للاعب، حاضرين للشعار. منو يلبس الشعار؟ احنا هنا ما رديف 17 15 16، احنا عيننا الحين على الكاس غصبا على 5-5 الكاس ان شاء الله. ما يمشي آسيا راحت قدر الله ما شاء، لكن الكاس 5-5 5-5 10 زيد 1 11.